لسه مكملين معاكم اخبار كرة القدم. خلونا كده نروح معاكم للدوري الممتاز الدرجة الثانية، ممتاز به على نادي النصر للتعدين عن تعيين حسن عبد المنعم مدير فني للفريق خلفا لاشرف عرب واللي رحل عن صفوف الفريق بعد ما تعادل مع فريق بترول اسيوط سلبيا، وبيحتل دلوقتي الفريق المركز الخامس ورصيده 20 نقطة، وبيستعد كمان الفريق لمواجهة ملوي في الجولة ال15 لمجموعة الصعيد. نروح معاكم لنادي الجونه واللي اعلن عن التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى ايسترن كومباني في تاني صفقات الفريق الشتويه بعد التعاقد مع جابر السالم لاعب بترو جت، وبيسعى الجونه ان هو يتعاقد مع ثلاث صفقات تانيين، وبيستعد الجونه لمواجهه شبان انا يوم الخميس اللي جاي في الجوله ال15 من مجموعه الصعيد. كمان اعلن نادي بلديه المحله عن التعاقد مع محمود حكيم لاعب بورتو السويس ومحمد علاء لاعب فيوتشر، واللي تم عرضه لنادي بورتو السويس بدايه من الموسم الحالي. بيسعى اكيد الفريق بقياده احمد عبد الرؤوف ان هو يدعم صفوفه خلال فتره الانتقالات الشتويه عشان يحقق الصعود للدوري المصري الممتاز. انتقل احمد سالم حارس مرمى فريق طلائع الجيش لنادي ديكرنس على سبيل الاعاره لمده 6 شهور في تاني صفقات الفريق الشتويه بعد التعاقد مع عادل ادهم مدافع منتخب السويس. ولاعب احمد سالم البالغ من العمر 23 سنه من قبل انديه الاهلي وانبي كمان، وبيحتل ديكرنس صداره المجموعه الثالثه ورصيده 26 نقطه، بيستعد لمواجهه بلديه المحله يوم الاربعاء اللي جاي.